متتبعي قناة أنفاس بريس، حنا الآن تنتواجدوا أمام المركب الثقافي محمد زفزاف بمقاطعة المعارف مدينة الدار البيضاء. اليوم تم الافتتاح الرسمي ديالو اليوم اللي هو 26 مارس 2022. مقاطعة المعارف تعول على الجانب الثقافي من أجل إعادة توهج لها، لأن مقاطعة المعارف كانت رائدة في هذا المجال سنوات الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. سي مرشد، واش تعتقد بأن يعني الاهتمام للجانب الثقافي في هذه المقاطعة هو اللي غادي يرجع الاعتبار لهذه المقاطعة تاع المعارف؟ طبيعة الحال اليوم لامبخانت البصمة الأساسية اللي كانت ديال مقاطعة المعارف أو جماعة المعارف سابقا كان هو التوهج الثقافي. اليوم فاش درنا هذا الافتتاح وهذا التكريم للتاريخ ديال هذا المركب، كنحاولوا نخلقوا إعادة التوهج الثقافي على مستوى مقاطعة المعارف اللي عرف واحد الخفوت في واحد الفترة معينة. اليوم نعيدوا ونعمل مع لا المنتخبين ولا الموظفين ديال مقاطعة المعارف ولا جمعيات المجتمع المدني الجادة باش نعاودوا نخلقوا واحد الحركة ثقافية في المستوى التاريخ ديال هذه المقاطعة. هذا رهان بالنسبة لنا احنا كمجلس، وفعلا احنا بغينا نعاود ثاني نرجعوا ناخذوا الريادة ديال الفعل الثقافي في منطقة ديال المعارف. وكما شفتوا احنا قبل ما نديروا هذا الافتتاح جا كتتويج وكتتم لهذا الرهان اللي عندنا. يعني احنا باغيين نحقوا واحد رجعوا يعني الرياضه للمعارف. وحنا قبل ما نبداو هذا الشيء كنا بدينا درنا الافتتاح ديال المعهد الموسيقي، ودرنا فيه يعني واحد التنوع اللي كيجذب الساكنه وكيستافدوا منها الساكنه، حيت هذا الافتتاح حنا الغرض منه هو انه يكون كيخدم الساكنه ابخي، ماشي حنا غير افتتاح وغنسدوا كجدران، لا حنا بغينا نديروا افتتاح اللي غيخدم الساكنه ان شاء الله من بعد هذا التضامن. الحمد لله كما كتشوفوا اليوم هذا هو افتتاح ديال المركب الثقافي زفزاف، ان شاء الله هو افتتاح ثقافي جاد. وانتم جميع المستشارين السابقين اللي كانوا في دوزوا مراحل ديالهم في مقاطعه المعارف، انهم حضروا الاستدعاء وحضروا هذا الافتتاح وهذا الحفل الفني. كما قلتي على السؤال ديالك بان الاوج هو العطاء وسميتو، عندنا واحد الثقافه ديال التحديث، فهمتي اننا غادي نرجعوا للمسائل اللي كانت سابقه ثقافيا وتربويا وفنيا ان شاء الله. كما كتعرفوا ان المقاطعه، ما بخش عليكم ان مقاطعه المعارف انها دائما كانت هي السباقه، ما هو ثقافي وما هو تربوي وما هو موسيقي وفني. ولكن شنو الادوات اللي غتعتمد عليها مقاطعه المعارف من اجل يعني الاهتمام بهذا الجانب الثقافي؟ وشنو السبل وشنو الطرق من اجل اعاده التوهج لهذا الجانب في هذه المقاطعه؟ ام ان الامر يبقى فقط يعني مجرد شعارات؟ اجي نشوف واش قالوا المنتخبين تاع المقاطعه حول هذه النقطه هذه. شنو الخطوه اللي درتوا باش تعودوا الاعتبار لهذه المقاطعه تاع المعارف من خلال الاهتمام بالجانب الثقافي؟ اولا نحن مقبلون على مستوى البنيه التحتيه، تم تخصيص 13 مليون ديال الدرهم لاعاده هيكله مركب توريا السقار، تم تخصيص مبلغ مالي لبناء دار الثقافه بن فافري، هناك شراكه مع وزاره الثقافه من اجل انشاء مركب ثقافي بالارميتاج ب 44 مليون ديال الدرهم. اذا اليوم حنا واحد المربع، وهذا المربع ان شاء الله هو تشكل بنيات اساسيه ورافعه، ولكن الاساسي فيها هو الاستثمار في العنصر البشري اللي حنا بغينا من خلال هذه المركبات نفتحوا ونفتحوا الابواب للجمعيات الجاده، للمثقفين سواء ديال منطقتنا او خارج منطقتنا او حتى اللي كيختلفوا معنا، لانه الايمان بالاختلاف هو النجاح ديال المشروع الثقافي. حنا في الصراحه حطينا الخطوات، يعني اول حاجه بدينا بها هما يعني درنا المركب زفزاف، يعني خصنا نديروا منشات اللي غادي تكونوا فيها وليداتنا في هذا المجال الثقافي. بدينا بمركب زفزاف، ابخي غادي نشوفوا توريا السقاط غنديروا لها اعاده الهيكله، غادي تكون دار الثقافه في ليجيا يعني في 9 افريل. يعني حنا بعدا نديروا منشات اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله، وديك الساعه راه حنا غنديروا واحد البرنامج سنوي اللي غادي يستافدوا منه الساكنه ديال المعارف ان شاء الله. القيمه المضافه واسترجاع مقاطعه المعارف هي ان الساكنه ديال مقاطعه المعارف بالاخص الطفوله والشباب انهم ينخرطوا في هذا العمل هذا، لان بيديهم واحد المعلمه، ماشي معلمه تاريخيه وثقافيه وفنيه، انهم يجيو انهم يشاركونا في العطاءات ديالتهم وسميتو هذا. ومرحبا بجميع ساكنه مقاطعه المعارف في هذا المركب الثقافي ديال محمد زفزاف.